أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. معانا أخونا يوسف. يوسف هيرسون. يوسف هيرسون. هيرسون. أهلا وسهلا بك. أهلاً يا يوسف. كيف الحال؟ الحمد لله. يوسف كان في فترة من الفترات ليس على ملة الإسلام. نعم. وأكرمه الله عز وجل بعد ذلك بالدخول في الإسلام. أنا كندي إيطالي الجنسية. متربي في اسكندرية. أنا كنت شاب زي شباب كتيرة للأسف. كنت طايش زي ما بيقولوا. اللي عايز أعمله بعمله. المكان اللي عايز أروحه بروحه. كل الأمور متيسرة ليا بالنسبة للدنيا. شهوات الدنيا والأهواء يعني كله كان قدامي. جت فترة بقى سافرت روحت إنجلترا. وأنا في إنجلترا لقيت نفسي بقول لنفسي طب أنت يعني ما فكرتش في الدين الإسلامي. افتكرت أنا كان عندي صديق عنده قرآن بالمعاني مش النسخة مترجمة معاني القرآن. القرآن قلت له إن شاء الله عايز أنزل مصر وعايز أقرأ فيها. فقال لي ومال؟ ختمت القرآن قلت ده هو ده الحق. أول مرة أنزل المسجد فكان في صلاة جمعة. كنت أنا ساعتها بقى خلاص قلت لأهلي. والدتي يعني قالت خلاص اللي يريحك اللي أنت شايفه ربنا يسر الأمور جدا في الأمر ده. ونزلت صلاة جمعة. ومن ساعتها الحمد لله قلبي اتعلق يعني أتمنى يعني أكون صادق في قولي يعني بالمسجد. جت بعد كده بقى مرحلة الزواج. قابلت زوجتي يعني قبل كل الأمور دي. وكناش لسه ملتزمين ما كناش نعرف طريق ربنا خالص. خالص قابلنا بعض وعرفنا بعض فترة وبعد كده يعني انقطع الأمور تماما يعني. طبعا أنا كنت أعرف أخبارها زي ما ناس كتير ممكن تكون كانت عارفة أخبارها. هي مين بقى؟ هي أقول يعني أقول أنت. هي هي الأخت. الأخت بالظبط. الأخت حالة شيحة. ربنا يبارك لها يعني ومن عليها. فعد السنين والتزمت أنا وهي برضو ربنا من عليها بالالتزام. هي معانا دلوقتي على الهاتف. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أم هنا؟ الحمد لله تمام. أنا الأول سعيدة جدا أني بكلم قناة الناس يعني ربنا يحفظك. أجمل القنوات اللي أنا بحب أتابعها. جزاك الله خير. وسعيدة جدا بزوجي وهو ربنا يحفظك. زوج صالح. ربنا يحفظه يا رب. ربنا يا رب يعزه ويبارك له يعني يحفظه. جزاك الله خير. طبعا في الاول زي ما كل الناس عارفه انا كنت ممثله. نعم. وللاسف يعني بنت عندي يمكن كل الحاجات اللي انا بحبها واتمنى ان انا اعملها في حياتي يعني مشهوره عندي فلوس اقدر اسافر وقت ما انا عايزه. حياتي فيها كل الحاجات اللي اي بنت للاسف يعني تتمنى انها تبقى عندها. جميل. بس رغم كل ده انا ما كنتش سعيده خالص. من الحاجات اللي كنت دايما افكر فيها طب انا ممثله طب وبعدين اخره التمثيل ايه؟ هبقى مشهوره؟ طب اخر الشهره ايه؟ هبقى مشهوره قوي؟ طب وبعد كده وهل هي دي النهايه ليا كانسانه يعني ان انا ابقى مشهوره؟ طب وبعدين وصلت لمرحله شديده جدا من يعني من البكاء. وكنت يعني طول الوقت في كرب وضيق. تبكي لوحدك؟ ببكي لوحدي طول الوقت سبحان الله. لحد ما صحيت في يوم قلت يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنيش عشان اعيش الحياه دي. واليوم ده كل حاجه في حياتي اتغيرت 180 درجه يعني اتغيرت كاملا. لما ابتديت اصلي حبيت الصلاه جدا لدرجه انا ما كنتش ببطل صلاه برضو. والقران الكريم كمان ختمت كله في الفتره دي في فتره قليله جدا. ختمته قراءه يعني مش حفظ قراءه بس التدبر. انا لما بعدت قفلت الباب تماما من ورايا تماما عشان انا عارفه ان هيحصل او ممكن يحصل فتنه. ما حدش يعني يقدر يحافظ على قلبه ده من اي فتنه ممكن تحصل. في ناس كتير كانوا بيحاولوا ان هم يخلوني لا افضل وارجع لكن انا كنت قويه جدا في قراري. مش جدعانه مني مش شطاره مني ابدا. لا هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى جدا. بعد كده هنيجي للمرحله الثانيه بقى وان انت بداتي تاخدي القرار قرار النقاب. هو ده العزه يعني انا حسيت بحس بعزه جدا وانا لابسه نقابي. بحس ان انا يعني ملكه. هو ده العزه.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عشان كده انا عايز اقول الحته دي للبنات. اقول لهم ما تخافوش ابدا من الحجاب، ما تخافوش ابدا ان انتوا تتحجبوا، وما تخافوش من الجواز لانه سبحان الله ده رزق. ما تعشوش يا بنات الدنيا كده. يعني انا نفسي اقول لهم كده، ما تعشوش الدنيا زي ما تيجي تيجي، اقفوا وفكروا.